الدعاء المستجاب هو حلم كل مؤمن وكل مسلم، هو حلم كل إنسان أن يكون قريبا من الرحمن وأن تكون له مكانة عند الله. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقال جل جلاله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لاحظوا أن الفتوحات الإلهية على أوليائه الصالحين تكون بصفاء القلب وطهارته وخيريته عند الله تعالى. القلب الرقيق قلب قريب من الله، والقلب القاسي قلب بعيد عن الله. مر أحد الصالحين على رجل مريض وكان يعاني، فوضع يده عليه وبدأ يدعو له ويرقيه، فقام هذا الرجل كأن لم يكن به شيء. وعندما ذهب هذا الولي الصالح انتبه أحد الجلوس له وأن دعاءه مستجاب، فتبعه مباشرة وتشبث به وقال: والله لا أتركك، فإنك تملك اسم الله الأعظم، علمني إياه. فصار يلح عليه حتى أكثر من الإلحاح والطلب. فقال الولي الصالح: يا هذا اسمع، إذا رق القلب فادع بما شئت فذلك اسم الله الأعظم. الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. أن رقة القلب وخشوعه وانهمار الدموع والبكاء هي من أعلى درجات حضور القلب مع الرحمن، وهذا هو مفتاح استجابة الدعاء. وهذه آية سبحان الله وكأنها تؤيد هذا القول: إذا رق القلب فادع بما شئت فذلك اسم الله الأعظم. قال جل جلاله، ولاحظوا سياق الآيات، قال جل جلاله عن عباده الصالحين: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. مرتبة الدموع مرتبة عالية، عالية من الانكسار والخضوع والخشوع واليقين والاستسلام والتوسل والافتقار. لذلك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت تحرس في سبيل الله. والسبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فرقة القلب وفيضان العين حبا وشوقا وخوفا ومهابة للملك القدوس الجبار. هذه لها مكانة عظيمة عند الله ولها قدر كبير عند العزيز الرحمن جل جلاله. القلب هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا نظر الله إلى قلوبنا فرآها صافية طاهرة منقاة من الذنوب والمعاصي والآثام، كان هذا القلب حبيبا قريبا إلى الرحمن، ليس بينه وبين الله حجاب، فتفتح لهذا القلب أبواب السماء وتستجاب له الدعوات، ويعطى من فضل الله وخيراته وبركاته ما يفوق الخيال. نأتي الآن إلى القلب القاسي. القلب القاسي بعيد عن الرحمن، قسوة القلب علامة بعد. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال جل جلاله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والبعد دركات كما أن القرب درجات، بحسب اختلاط القلب ومرضه وتلوثه بالمعاصي والذنوب، بحسب ما يكون هذا البعد، وبحسب استنارة هذا القلب وضيائه وسموه وصفائه، بحسب ما يكون هذا القرب وهذا العلو في الدرجات العلى. إن الذنوب والمعاصي حجاب بين العبد وبين ربه، وهي تحجب الدعاء. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فران هو الحاجب وهو الغطاء الأسود
الذي يحجب الإنسان عن ربه ويحجب القلب عن مولاه. وهذا لا يعني أننا يجب علينا أن نصل إلى القمة لكي يستجاب دعاؤنا، بل إن الله تعالى كريم عظيم مجيد، يجيب الداعي إذا دعاه، يجيب الداعي إذا دعاه، حتى الكافر لو كان مضطرا في البحر وكاد أن يغرق ودعا الله مخلصا مخلصا موقنا له الدين، يستجيب الله له كما أخبر جل جلاله في كتابه العزيز. ولكننا نتكلم عن الدرجة العالية استجابة الدعاء، درجة الصفاء ودرجة الولاية ودرجة الحب الإلهي، بحيث أن العبد يكون حياته أغلبها في طاعة، أن يكون الله هو الأول في حياته، شعاره إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يصبح ويمسي لله وبالله وإلى الله. وفي الختام أقول: من أراد استجابة الدعاء والقرب من الرحمن فليحمي قلبه وليحافظ عليه كأعظم كنز وأعظم جوهرة يملكها في الوجود. احذر أن يتخلل قلبك أي ملوث أو أي مفسد، حافظ على نقائه وصفائه ونوره، فوالله إن لذة صفاء القلب واستنارته تعادل لذات الدنيا كلها. لو أن الملوك وأبناء الملوك يعلمون ما نحن فيه من سعادة لقاتلون عليها بالسيوف.